بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سومالي دميلة يكتان بإله سبحانه وتعالى دكوان ما يلو عدي اللي بنبك الله كقادو عدي دن لأله وفي انت بان الله ديقو انت بكت الله بكسيو انتي لما الله ونحرستو والدين تين الله ونحرستو نغن الله نوغدب نحرستو دالك دينتا دادك إيه دولد نبدبا إلهي سبحانه وتعالى هنو بدبادي إن وحن كهر ليا مانت برنامج كي أن قيب سي دايي قيب تي سي دمبي إن أكو ساب سنة قد يدان إثوبيا هورتا يا قدالك غجرة إن حقو رسمية أو قصو بحي إن أما كجرة ويبسايت كا يو أنتا انتان ان اقلين وحان كور مريا ابي احمد او حضلي اياه هنجبي سوماليانا مركلا او دارتي كو هنجبي انو دد سانو اوصو يا عندونو دد كان دبين ايا او اردي او يا عي او حدود اي نكا قد بيا وادد لصو ديري او شقال لصو ديري او قبان دونا شقالاس اني تايم وحي ارنتاني كنتي اول ريدي اني الشباب بلابان اني لايان دد ارماه او دقن مقالة بلد حاو وحان اغو باقيا ومد الصومالي ميلي تشوغان با اني امر سيان ورمدو اني دالكو دكا بحان اي ام حارادا اي دالك اثيوبيان كا دمان تود اني كل هبتان دالكو دي دك دكنا اغو بحان ودنك لما دمان ادقادي كرو امني قودا الشباب با اللين يهدون الصومالي اللي سيبا اللي اوران دونا مركز داد شعب الصومالي اللين دونا داد كاسي دالكين حكا بحين هنجباد وكو هنجبا ينو بيها نغا قوصان دونو أو وبياش أو حري دونو وثريت إيا دقال وعربنا نكا ساو دارانيا بريشر كي أدونكو وادا مادي مدح وينوه إنو شقديسة قبصدوه وحكا ليو سمين مدح وينوه إذا مديسة هن نقدين كو وغور ري إلغا ساري دالكا أو نقون هي أتمس قيبتي صدحات هديكا لي خيانة دي أي ملكتي إماراتكو حلقي أي مدحوينها كاهايد يو أنت مدحوينها نونا دابين كاسب وكود عاي أي إنو كل جين وحين قونا قونا مرتي إن إماراتكو دالك قبصدو دعم السريع إيو وحيابي حفتر دي وكسمي إي إن عالم كان وكسمي إستو الصوماليا ودادي وإساقو تشيحاي بينا إلا إي هادا كسعوتا وحو نكان إسوسو إن دعتكين يو لقهل نيو لدقا لما يو إماراتك أو إيوغن فلين يشقا عيدك لا إليه دهي أو كتا حلوق ده مرين كاس وللي حوتين بالغالة ديريا حوتين بالغالة ديريا أو إما إتوبيان لدقا لنك حوتين تشقا كقبانيا عيدة ودا توال لقرانيا وحان دي بدينكو إليا شركي كدعي نيويورك 12 ديسمبر 2023 سنة كلا صور دافي حسن الشيخ محمود نقو تغي نيو ان وحا وحا لكياني بلان قرشو عسو اتمنى سوا بحيسا هاي اذا ماذا انو مدى ما كمفلنا هاي الشباب دقال بالقلتشرا هاي حتى كوربان شيخي بلاك لاين ايو مشروع اي وذاتي اماراتكو او اتوبيانكو عيدانكو دا اي كوهل قري لهايين إنه حوغا فشل ما يكدي مركي وضا شقين تاي حماتي دانك الدولة دا فدرالك حاس الشيخ محمودو شركاس أد قدوميسي أو ودامدا دانية صوماليا أو لحقه أي كوغو هليين سيدا ودانك قدر تركيغا سعودي أريبيا سادع دا ودان أو داد سامين إنو كله سي آن نيجاتيف أهين أو بوستيف إنو كله إيو ودنك اللي يرادة إمارات إيو إنجريس إيو مرايكن كا أو دهدهاد نقون كرا لبدا ودن أو هوري أو نيجاتيف سامين تبن نقوله أو دباتوكو هاي يومد الصوماليه الخطر نكوا حالد أمني جيدا إيو مدنما دهدا إيو مرايكن كو لبدا بعياري كرا أفكانا كاليه صوماليه واحترامينا وتريتر مرايكن كو دور ربينو وحكا قبتو لبكان إثيوبيا ودو سيسا لنبو حقا قبان كرا عدادس رسمي وصاري كرا ونقبتين بكسوري كرا إمارات كو دي كرا كبح هوش الصوماليا مرة بينو يرهدو
هاوشاس او اي دبدا كسوريا هي دولة اسرائيل او لا روتين تين لي اسرائيل بي مراكيب تي خطر كويين اثيوبيا دفاع عيسى ديرفور اثيوبيا وان ريد سيغا لكينا وا وددي لوو قاتاي دولكا سوماليا كون يسديد بقول يسديتني افرتي وددي اكزاكتلي ذا سيم سوماليا وحي نقطي ودنك اللي حاد وخيرات كا غاز كبدن اويلك ديرفور ادوال با واربتا ادوال با كوتشرتا واربتا مدح وينو هو سمي مركب وهل كاتجي ونسي هاي برنامج عصبه اللي يراد اس 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 دي بي ومشروع اولا تجي ماشا مشروع اسوال عن سحين دونا هدان بارلمانكو دق دق وحقوق قبن بارلمان كينا نين خربان وعدن مدوب اللي يرادو إيمان كالله كقاضي ولعق أون إيش بقى دق دق وحصا عمر سينية وحبنا عن فيرني وحنا عن آخرين وحنا أكون صدق قفو أن إسكوريدا أو أن إيجوكيتيدا ببرلمان كي هوجانو وحلو هي لو كان يردسيني يا نسعتيني يا نديل عقتو ذهلا دت كاس يجا وحاس عطا إن أتمس لجس عارو قيبتي صدحات ودنك أفرج تبانكم بسوا هريا مشروع SSSDP أو Somali Security Sector Development and Plan أيو مدعوينه جي ماشا وانوقنا هاي مدعوينه ما هيستو كوح أقويها روحو قرطة ما هيستو داد لويراء أو خبراء أو أرماعان سكورتي كو تخصصي أو وحان ودياريا إدى قرطي وانقان وإمارات مشروع أسوحا لجيي xilligaas ayagu joogeen xilliga ay madaxweynaha ka haysan jireen xilliga ay geyn jireen security council kortooda xilliga xilligi ku xigay way maxaa dhacday marka waxaa la yiri waxaa la bedelaya atis waa baxayaan ciidan inuu ku filan ma haysano ciidan kale la keenaya maxay noqon doonaan ciidamada la reebayo hari doono 14 kuna iyagana waa la qaadi doonaa sababta sanadkan aakhirkiisa inay dhamaadaan way waxaa hari doona 4000 ilaa 5000 oo kamida waa black lion waa ethiopian dagaal bay ina kula jiraan ciidamadoodina dalkay joogan wayna joogi doona mushaarna anaga siina somarkis waxa kaloo la propose gareeyay markii ay arintaas qaateen oo laga helay arintaas waa fiican tahay la yiri waxa la propose gareeyay newton and multilateral mission la yiraado oo cusub oo aan la aqoon mandate kisa goormay ku eegtahay tiradiisana aan la aqoon intee bay dhan yihiin هاي قوانا يعني وهاي إلانين يعني main infrastructure and apparatus أما infrastructure كمهم كا سيدا فيلا سوماليا هي لحظة ما مل قبلات لحظة ما مل قبلات ما قال ما ده حدودا ماشي أي دولة دكتة كنت ما ده توي دولة كو وهاي إلانين ما راح دتك وبدينها سيدا السوق يدا هي ما راح يلا جيلا الشباب على جيلا إلانين هي سو ماركيز وقتنا ماله تردودنا لما يقان waxay noqon doonaa lama yaqaan African Union ee soo mareen mashruucii aan shalay sheegay oo hay'addii yuhuuda ahayd iyo imaaraadka oo shirkad wada ah maalgashi badan la gashaday Ethiopia iyagoo shirkad ku ah meel kale aan shirkad ku ah ninkii Morocco uu ahaa boqorka la taliya xagga dhaqaalaha dalkana uu ahaa Andre uu ahaa aan sheegay mashruucaas iyo mashruuc ay imaaraadku kaga aargoosanayeen dawladda Soomaaliya xilligi laga saaray Soomaaliya oo ay Itoobiya u guureen oo ay rabaan inay Itoobiya ay qabsato Soomaaliya ayaa lagu fulinayaa mashruuca waxaa ka mid ah artikalo meelaha lagu daabacay in ay imaaraadku aakhirka hadii arintani adkaato ay keeni doonaan mashruuc kale oo ah barbaran ku wareejinay sheerkayagii baan siinay halkaas ay tagayaan koox yaro مصبيحية تينكي سا دادك شعب كاي مهربان منك وانا كسور جيدان منا اقلا كوحير ايا وحي ودان او ابابو ليان اني دادك بولي غريان ويرهدان دادك ارقاك حسي اوغي يريان دادك جهاد بي دادك اوغي يريان داقال هلا قلي ليهين وحنو عاسا ان وحان هركي ابي احمد وصوق وري كندان لحد لي ان براي منستر كيدا وحان كوالا هدلني مقرأي سا ريد اوت كي مركان اخريي waxaa laga la hadlay anagu rabaa inaan ugu hadlo Canada iyo Mareykanka iyo dad youtuber ah iyo wararkiisa waad maqleysaan markaysa in madaxweyne dalka ha u diibin gacantana ha u gelin cadaw iyo gumaysi khudbadahaaga isdaba yaala oo ki
dhalinyarada arur ciyaaraha marka aad ka hadlaysay uu ugu dambeeyay nin diyaar u ah dagaal uma ekid nin raba inuu aqbalo soomaaliya inay midowdo oo isdifaacdo madaxweyne waxaan ballan qaadnay inaanan ku mucaaradin waxaan ballan qaadnay inaan kula jirno geeskaaga istaagno waxaad ballan qaaday oo laba madaxweyne hore u ballan qaaday inaad qoortaada dhiibatay in laydiskiin hor fariisiyo adiga iyo dani in layskiin hor fariisiyo imaaraadko aad labadiinnaba u shaqaysaan waxa ay ma rabaan inay iskiin hor fariisiyaan oo idin maslaxaan waxaa soo baxday markii laydin yiri ishoor fariista oo la diyaarinayay shirkii garowga ka dhacayay oo dadku isugu imaanayayo soomaali lagaga talinayay arrinteeda loo diyaar garoobayo waxaa soo baxday madaxweyne inaad baarlamaankii ku bilowda dastuur baan furaya kelmadan ka oranaya dastuurka la furayo dastuurka la furayo qodobka 49aad ee maamul goboleedyada cidina kuma dhaqanto waa hore labaasi waxaan cidina ku dhaqmin qof iyo cod oo labada aqalba baasay farmaajana meel babliga ku saxiixay prime ministerkuna akhriyey cidina kuma dhaqmin 13 xildhibaan ama senator oo la siiyey gobolka banaadir meelay ku taal male iyo meelay jirto oo labada aqalba baasiyeen si officialna madaxweynuhu u saxiixay lama haya iyadana waxaan lahayn waxyaaba aad u badan oo dastuurka ku qoran baanba lagu dhaqmin maxaad ka faa'iidaysaa hadda hadda bedeshid hal maamul goboleed hadduu diidana aad og tahay inuusan faction aan lahayn shaqaynayna maxaad ka bedelaysaa maxaad ka bedelaysaa ugu mashquulaysaa maxaad dadka u kala qaybinaysaa maxaad u rabtaa in layska hor yimaado oo la diriro maxaa ku xiga waa laguu sheegay khatarta ay leedahay dani wuxuu diyaar u yahay inuu ku dhawaaqo waa go'aya arrintaasi waxay somalilan siinaysaa green light there you go waa ujeedaan qaar baaba ka baxay annaguna aan baxno qiil bay siinaysaa ay ku baxaan ma waxaad ka shaqaynaysaa madaxweyne dalka in imaaraad la wareego oo dacmu sariic iyo xaftaro iyo masaa'ibtii yeman ka dhacday iyo cadan inay ka dhacdo dalka maxay tahay ciidamada imaaraadka iyo etoobiyaanka ah oo la rabo in lagu bedelo atmis african unionka iyo euduna ay lacagtooda bixiyaan inta koofiyadii loo geliyo dalkao dhanna maamul goboleedyadoo dhan la geynayo maxay tahay imaaraadka dhulka laga siinayo waddanka boosaaso iyo bari bariga fog iyo xaafuun waxaa loo diyaarinayaa in la siiyo lagu wareejiyo imaaraad iyo israa'iil iyo isku daaban dhinacaan kismaayo 30 kilomitr oo dhul beereeda la siiyey madaxweyne imaaraadka dalka maxaa u siinaysaa imaaraadku weligood meelay tagaan oo ay gacan saareen oo dal muslina oo aysan dab saarin ma jirto shuruucdooda iyo dhaqankooda sidaasa waa maxay xiriirka ina ka dhexeeya inagii imaaraad oo madaxweyne aadan ka hadli karin ma doonayno anagu labadan barnaamij newton multilateral mission oo inta badan ciidan ah ciidankaasna ah ethoobiyaan u badnaan doona ama wada noqon doona hadda etoobiyadan sayna wey oo noo dhaaranaysa ninkaa noo dhaaranaya wey inta kalena ay tahay sifilian iska imaan doona wadamada kale afrikaanka ah soo dalkii gacantaa marka adigu gacantaada ku dhiibi maysid oo wareejin maysid ku wareejin maysid cadowgii ummadda soomaaliyeed madaxweyne su-aalaha aan ku weydiinayo waa su-aalo daruuri u ah dalka maxaa xal u ah marka koowaad madaxweyne qaado go-aanada aad u baahan tahay qabso shaqadaada ha ku mashquulin baarlamaan iyo dastuur iyo dalku emergency buu ku jiraa baarlamaanka in la xiran yahay tuutay inaad gashatay ahayd ciidamada alerti inaad gelisay ahayd inaad booqatay ahayd xuduudaha meelaha xuduudaha ah xuduud beenaadka ah inaad booqatay ahayd waxay ahayd inaad iska yaraysid hadallada international issueska aad kaga hadlaysid ee aan loo baahnayn maxaa kuu kalifay inaad ka hadashid ukraine iyo russia adoo dagaal kugu socda maxaad isugu diraysaa qof maxay ku siinayaan waan ognahay inay kugu khasbayaan oo bareshar ay tahay maxaad ka faa'iiday marka maxaa ku siisatay maxay tahay madaxweynaha keligiis shaqaynaya oo aan khubarada wadan oo aan aqoonyahan la tashanayn oo aan siyaasiyiintii hore iyo madaxweynayaashii hore iyo taliyayaashii hore iyo wasiiradii hore intuusan deg deg u dhisbaaj karayn shir caalamiya oo waddankoo dhan aan qabanayn oo wax alla qofkii wax yaqaan u yeeranayn oo aan la hadlayn oo la tashanayn madaxweyne what is this
محاد كبغيسان نوشي أنها دم بكو قرب تاغن مو عارب تاين لسكوري ما دو حبد لسل دو مو عارب تدلكو إنو كالتاغو عند يو واج هكو مشغول وحن معنا لهين ديار دي إثوبيا as immediately as possible هلو جوجي هوا دينا نحلق ممنو 5 freedoms أو لو صحيحي باي واحد يكون أغمان 6 يا 7 يا 8 يا 9 ماذا هويني دلك دل تروها مركي لقودي بي دل وحوها له بولسي international ka lugu la dhaqmo waxa la timi policy aan la garanay wuxuu yahay oo cid walba ay shulkh warakh wadanka iska maamulanayso wadankan aan anigu hadda joogo Nairobi Kenya intay Soomaaliya la dirirtay dawladdii hore baa laga saaray safaaradaha iyo safaaradii la xiray xiriirkana loo jiray maxaa ka dhashay inaysan Kenya fred nugu ahayn anymore inay dib u farisatay inay maqashay mutual respect iyo mutual interest in lugu wada dhaqmo inay ka fariisatay arrimihii soomaaliya fargelintoodii in badan oo ka mid ah ama kulligeedba isbeddel inuu dhacay waxaan madaxweyne adduunku ma yaqaan wadan kula dirirayo oo ku dhaan madaxweyne prime ministerkiiba intay istaageen noo dhaaranaya markaas adigu waxaa leedahay waxay rabaan baan siinayaa hadday aniga ii yimaadaan hadday adigu ku yimaadaan maxaa ugu celcelinaysaa kelmaddan aan isku dayna inaan fasirno oo qurxino oo qurxino ma qurxin karna anymore maxaa ku hoos duugan ma rabna anagu conspiracy inaan ciyaarsiino waa isku dayna inaan qurxino sax hadday ku yimaadaan inay wadadu adiga tahay albaabkuna adiga yahay in aday kusoo maraan ay tahay laakiin waxay rabaan baan siinaya maxaa u siinaysaa waxay rabaan there must be mutual respect and mutual interest diyaaradoodu waa diiday inay wixii lala saxiiday raacdo waadidi diyaarada aan falaageedii wadan oo diyaarada aan ahayn Ethiopian Air bay dalka soo gelinaysa kumana jirto waa 6 7 8 9 meelahaas wey kuma jirto 5 freedoms ka la kala saxiiday lacagtii lagu qoray $15 ilaa iyo hadda ma ay bixin awoodaada maxaa isticmaali wey awood baa leedahay isticmaal awoodaad hawadeena ka mamnuuc diyaarada Ethiopia ka xir hawada wax kala ku sameyn ciidamadoodana atmis ka saar degdeg ha u baxeen waxaa baxaya iyaga ka dhig nin cadow ku abaad ciidankiisa ku reebaysaa dalka dadkana waxaa u sheegaysaa dalkan xoreynayaa oo duulaan baa laygu yahay farq ha iga foqdo anaa wax yarabaan siinaya maxaa siinaysaa mada badda iska leh oo siin kara wax yarabaan waa bad uu kuu sheegay maanta kuu sheegay waa kuugu celiyay been buu ka sheegay security council-ka hortiisa wuuna inkiray inuu badda rabo inuu qaato ee commercial baan u socdaa bii soo markiis madaxweyne sidaani si maaha dalka badbaadi tag fadhiga fariiso dadka is haysaan la fariiso iyagana waxaan ugu baaqayaa maamul goboleedyada khaasatan dani dalkaanu yuu ku burburin adiga camalkaaga iyo caradaada iyo colaada idinka dhexaysa adiga xasan sheekh dalkaanu yuu ku burburin gacan kalena gelin hadii aadan ahayn qof cid kale soo dirsatay u shaqeeya u tur dalka madaxweynuhu wuxuu ku jiraa dagaal xilli dagaal baa lagu jiraa u sheeg dagaalka rasmiga oo la rabo in la qaado kuna garab istaag maamul goboleedyada oo dhan waxaan ugu baaqayaa la shaqeeya madaxweynaha oo garab istaaga mucaaradka waxaan ugu baaqayaa inay ka bartaan annaga inay naga bartaan qaabka wax loo mucaarado xilligan oo kale madaxweynaha la garab istaaga dowladda loo hiiliya kulligiin ka caan baa la noqdaa kabarta mustaqbalka soo socda dowlado kale haday yimaadaan sidii waagi aanu Kenya ishaynay aad idinku Kenya ula safateen annagu Ethiopia ula safanmayno dalkaanu leenahay wadaniyadu waa naga dhab madaxweynaha waxa rabnaa inuu wadaniyada nagu hoggaamiyo inuu ka faa'iideysto Janiska oray Janiska ka faa'iideysto waa ku taageeraynaa ka faa'iideysto midnimada Soomaaliyeed miday ummada horumar samee dhaqaaji waxa laga rabo ku dhawaaq safaaradda xir Ethiopia maalin walba waxaan kaloo rabaa inaan oo la yaabay igad ka bax madaxweyne igad sababtoo ah safaaradihii bay la kulmayaan wiilal yaryar oo igad oo soomaali ah oo igad u jooga Muqdisho baa safaarada la kulmaya arrinta soomaaliya inay nagu mata iyagaa nagu matalaya wasaaraddaadii arrimaha dibaddu gabadhaadu kuma filna aqoonna uma leh wax yarantaa cali balcadna aqoonteeda ma leh malaha wasiir ma haysatid ما هي ستي وسير دبلومات دبلوماسية قانا ما هي ستي دد أقوى يهنا وسير دي لايبو ما
رئيس الوزراء جا إمباور قري شغل قبو أود سي رئيس الوزراء وكل شقي أنا وقوي أنا وحقبان كره كليها مقلينا أردني نقاشي وما دور نقاشي هرمود نور نقو نكهة لا تشو مدح وين ياشي هوري دبتو إنك وادي تريني سيد الله حلين تري دتك حلين تري لا تشو أقوي أنا ترى بدن بكرة أو سوماليه وهو راح عن يقان أو حبرتين مدح وين دتك على غرورسو ومدى الصومالية نحن وباقية مدحوينها لا شقية لا قرب استعلو انت سنورني يا إلهي سبحانه وتعالى نبقى إنا كسا صعود الله إنا كوه وإسا سار سارا اللي إنا كسا وذا الدولي إلهي إنا حين كمري إلهي سبحانه وتعالى ومدى إنا بتبادي وإس دفاعي إنا إن شاء الله تعالى وانا إسكي علينا إنا عدو بسود دولي أو ويرركا تدكا أرمضا هو ياعي تدكا حدودها الدقن دبها وعليا أرموينكا ياعي دبها اللي وقعد يمشي كي معنيا تدكا صفك كتير دولانكا أرما كلية ما حبشة كتيرته أم حارة كتيرته عد كسر كتيرته دبها اللي وعدي إن بدنا كم ده جواسيس وعي إن بدنا كم ده واسير دون دبها اللي وقعد عليه وطن كوده بورد هذا يحدودها دتك دقني حيلها إسكا سعرين بابور تيجي قادم بابور تديس قادم وين لوين يا وأنا ما كسرت على جلي هاول وطة قرشي ليين دريم بكتيره 1967 ورقد له قري أو لقاها ليو ربيتان كريد سيجا بدا عسيني رمان سيدا سالجاه لي سيدا أحد الصميني أم بالجاه لي هاي الثلاثة كاد لي واجو تجي مريكان مركو ك كواي وح ربينا روش كو تجي سير روش كو وجدو ودجال كل إحدى يفر دمادة دي سير روش كو هو يديستو إنه كدا يصوماليا ود وصيني جدا ماذا هو هنا أما بور هوا أما بور كتير سنة وحاجة ورو ريجس تركيا ساعدا ما أدوب هانتهاي ما قرن أيه إماراتكو معها قفكو دفاعية أو كو إلى علينايا أو ولا نما كو كو غطرية أو كو دقالينايا معها العقوة اللي لوان اللوايا إماراتكو والنيجاتيف دالك هذا كساري كرين سكورتي إن كونتراكتي أسجلي هلا كنسلو هاي سكي جوجين دالكود حتى عيدن كود هايست تركيا أسجلي ميت فولة بدنا يسجل دفاعية بريجنا يسجل دفاعية رجعنا لينها مركا هذا أنت يهلين دعتك معها دقالكو وحاجة شيء سيدنا وحباك كتيرة وأهينا ثربتينا بدأ بحسد خير بدن بإدارة جينية بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.